السلام عليكم مشاهدين افاضل، حياكم الله اينما كنتم. مرحبا بكم مرة اخرى في قناتكم ويضال للتقنية. في الفيديو ديال اليوم الاخوان راكم شفتوا في العنوان ديال الفيديو شفتوا في المينياتور، نحاول نوريكم الطريقة لا تغيروا بها كلمة السر او الاسم ديال نقطة الواي فاي ديالكم ديال جهاز دي بي لينك. في الاخير نوريكم واحد الطريقة مختصرة اللي كديروا بها اعادة ضبط المصنع، يعني كتسهل عليكم مأمورية. نوريكم جوج طرق دابا حاليا في هذا الفيديو ان شاء الله، نتمنى تستافدوا منهم. ما تبخلوش عندنا بلايك لهذا الفيديو هذا والاشتراك في القناه اللي مازال ما اشتركتوش. نبداو على بركه الله. غنتوجهوا لمحرك البحث الاخوان اللي كيكون في جوجل كروم. تقدروا تخدموا نتوما بالتليفون ديالكم، تخدموا بلا عندو البي سي، خدموا بالبي سي ما كاين حتى شي مشكل. المهم في جوجل كروم كتطلعوا براس المحرك البحث، كتكتبوا هذا الرابط هذا اللي هو عدد ماشي حروف، كديروا 192.168.1.1. هاد الكود هذا او هذا الرابط هذا هو اللي كيمكن لينا باش اننا ندخلوا للروتور، ندخلوا للقلب ديالو ونقوموا بهاد الاعدادات اللي بغينا نديرهم دابا حاليا. من بيناتهم هاد الاعدادات هادو هما تغيير المود باس، يعني تغيير كلمه السر، وتغيير اسم المستخدم. هو فيه راه بزاف الاعدادات ممكن انك ديرهم، وراه ممكن دير فيها بزاف الحوايج ممكن ديرهم، يعني من غير هاد الشيء ممكن دير فيه بزاف الحوايج. عقلو كبير تبارك الله هاد الروتور هذا. انا دابا كيعطيونا باش ندخلوا اليوزر نيم والباسورد، المود باس والاسم المستخدم. هذا كيكون في الروتر ديال الروتر خاص بالتي بي لانك. هذا غالبا كيكون ادمين ادمين، كتعاودها جوج مرات هي في المود باس وفي السميه. ولا كان عندك شي جهاز اخر تقدر دير مينارا بحال الروتر ديال اتصالات المغرب، كيديروا مينارا حتى هما بزاف الاخوان. هذه هي الانترفاس ديال الروتر ديالنا تي بي لانك، او لا لوحه التحكم ديالو، يعني هنا فين كتحكم كدير اي حاجه بغيتيها. جوج هاد الاختيار هذا انترفاس سيت اب، غنكليكيو عليه بهذا الشكل هذا، وغادي نجيو الوايرلس. ها هي شوفوها معايا، غنكليكيو على هادي، كنهبطو هنا للاسفل شويه. هانتوما كتشوفو معايا، هانتوما تشوفو معايا اس اس اي دي. هنايا هذا هو الاسم ديال النقطة اللي كيتصلو بها الناس الواي فاي، هذا هي السميه دابا اللي دايرين نتوما في الروشور ديالكم. بغيتو تبدلوها كتبدلوها ساهله، كتمسحو كتقيدو بالكلافي ديالكم عادي. وبالنسبه للمود باس ها هي هنايا لتحت الشو المود باس، هنا فين كاينه دومي 20 دومي 21، نفس الطريقه حتى هو كتمسحو وكتعاودو تقيدو مود باس جديد. بالنسبه لهنايا كاين وي بي اي، هذا كيتسمى الحمايه اللي داير انايا. اذا شاد الفوقاني هذا كيولي عندي ليبر، يعني بلا كود. المهم نخليو هكا بعد الاعدادات هذه اللي عندي دابا حاليا. اللي كنغيروا المود باس ديالنا كنهبطوا لاسفل كنديروا سيف، صافي كتولي تدخل المود باس جديد ديال الواي فاي ديالكم. هي الثانيه الاخوان نديروا اعاده ضبط المصنع، كنجيو كليكيو على هادي شو كويك ستار، كنجيو هنايا ثم كنمشيو مع هاد لي طاب هادو كنديروا نيكست. هنا عندنا الساعه، يا كنخليوها بهادي ديال لندن ولا كنديروا حنا كازابلانكا على حسب انت فين كنتي، ماشي مشكل. نديرو نيكس هكا. هنا عندنا اسم المستخدم مود باس، الناس اللي يكونوا مكونكتين هذا ماشي مشكل، نخليو الشيء نديرو الحلقه بوحدو. نجيو نديرو نيكست. ها المرحله اللي هضرنا عليها هي هذه، الشو معايا اس اي دي، اسم ديال نقطه الروتور ديالك اللي غتصلو بها الناس. ها نوع الحمايه اللي درنا مزيان. بالنسبة للمود باس ها هو لتحت، شو المود باس تقدروا تغيروه من هنايا ضبط المصنع، ديروا هذه العملية هذه ونفس الإعداد اللي عندي هنايا، وغديروا نيكست بحال هكا. ها كيدوز واحد 10 ثواني على العملية هذه كتغير لك الكود، يعني كيمشي لك الويفي من الحاسوب ديالك ولا من الهاتف. هذاك الساعة خاص تمشي تطفي الروتور وتعاود تشعلو ومرحبا.